احنا الان فوق هذا الجسر نترقب قلنا المسيره المليونيه، وحيقف تقف هذه الاعداد تحت الجسر، ومن هنا ستدار المنصه. عندنا منصه كانت داخل يعني الساحه هناك، والان في هذا الشارع المسيره ستقف، ونحن الان فوق المنصه. ومعنا الاستاذ وليد الان يحدثنا عن الترتيبات، المطبخ اللي فوق هذا المكان. نعد هذا المكان لوقفات احتجاجيه حتى تظهر الحشود التي تاتي. في السابق لم نكن نقف في هذا المكان، يعني في السابق كانت المسيرات تتجه الى اماكن اخرى حتى نصل الى العمق، الى عمق العاصمه. لكن اليوم بعد ان اصبح التجاوز المناطق الامنه في خطر كبير على الشباب، فاصبحنا نقف هنا لنوصل رساله، والهدف النهائي من المسيره هو ان تصل رساله. الرساله نوصلها باكثر من طريقه، هذه احدى الطرق التي نحاول من خلالها ان نوصل رساله. اذا كنا اليوم سنقف هنا، غدا لا اتوقع ان نقف، غدا ستكون المسيره بشكل اخر. طب ايش العده يعني؟ ايش ما نحتاج عده كثير، يعني كم ميكروفون؟ ضريبه الثوره هذه ايش يعني؟ كم ميكروفون على كم على مولد كهربائي ونمشي، يعني بالنسبه للتجهيزات في هذا المكان. طب انتم قاعدين تأججوا عواطف فقط؟ الثورة بدايتها عاطفة أصلاً، هو اللي حصل اليوم إيش يعني؟ هي عواطفنا طيلة 33 سنة كانت مكبوتة، يعني عواطفنا كانت كلها موجهة باتجاه حب شخص واحد، اليوم إحنا نوجه العواطف من حب الشخص إلى حب الوطن بس. يعني اللي قاعد يقول هي الثورة كالحب، يعني هي حب أصلاً، مش كالحب، هي حب أصلاً. هي في أصلها حب. هي حقيقة طيلة 33 سنة نهتف بالروح بالدم نفديك يا علي. اليوم لا، غيرنا بس الهتاف، بنروح بالدم نفديك يا يمن، بنروح بالدم نفديك يا يمن. هذه الرحلة رحلة مخاطرة شوية، ولكن لابد منها لنثبت الحقائق للناس ونثبت الحقائق للمجتمع. خلفنا الآن مسيرة المليون شاب ورجل وامرأة من أهل اليمن، أردنا أن نوصل حقيقة، حقيقة الشعوب التي تتحرك من أجل قضاياها. هذه حلقة استثنائية فيها صعوبة، فيها تعب، ولكن لابد للإعلام الصادق ولابد لمن يتحمل أمانة الأمة أن يقف في مثل هذا المكان ويتحمل شيء من المخاطرة من أجل أن يوصل الرسالة الحقيقية. اللهم صل على النبي. نحن يعني حنشوف بقى المسيرة المليونية، النساء طبعا على يميننا والشباب والرجال على يسارنا، والآن هذه منطقة التجمع. يعني الواحد يفتخر بأمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تفكر بطريقة صحيحة من أجل قضايا صحيحة. نلاحظ الآن التنظيم الدقيق للمسيرة، الأخوات في قياديات في الأمام يرتبوا الأمور، بعدين نلاحظ مجموعات لهم لباس خاص. حتى في المنطقة الأخرى حنلاحظ أيضا الشباب ماسكين بيد بعض، هذول الصفوف الأولى، بعدين في ناس لابسين مثل لباس الكشافة. بعد مرحلة وقوفهم مرتب، محافظين على أنفسهم، غير مختلطين زي ما يقول الرئيس، يعني كل ناس لحالهم ماشيين صح. الإيمان يماني والحكمة يمانية. المنصة قاعد تدير اللقاء بترتيب وبتنظيم، في مجموعات، يعني كل بعد فترة في مجموعة، في سيارات إسعاف موجودة. حلاحظ في الطرف المقابل بعد شوية هنا أنه في الجيش، وبعدين من شباب الثورة اللي هم الائتلافية مرتبين الأماكن مزبطينها، يعني كل شيء في تجميع الناس
يستطيع الشعب تنظيم نفسه، وليس فقط الحكومات التي تدعي أنها لو أنفلت الشعب في مطالباته لن يعودوا منظمين. لا تستطيع الشعوب تنظيم نفسها إذا أعطيت الحرية وأعطيت الكرامة، لأن الغاية الختامية هي أن يعيشوا حياة طيبة. سلمية سلمية.